يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤخذ من تحنث النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وانقطاعه عن الناس، هل يؤخذ منه مشروعية الانقطاع عن الناس فترة من الزمن وعدم مخالطتهم إلا في الجمع والجماعات فقط، وذلك لأجل مراجعة الناس والبعد عن الفتن القولية والفعلية؟ هذا من مذهب الصوفية، الخلوة اللي يسمونها والانقطاع عن الناس، هذا من بدع الصوفية. والإنسان بحاجة إلى الاختلاط بالناس، بحاجة إلى الاختلاط بالناس والأنس بهم والسير معهم في مصالحه، ثم إن كان عنده علم وعنده قدرة على التعليم وعلى الأمر بالمعروف نهي عن المنكر فهذا لا يجوز له العزلة أبدا. أما إن كان إنه عامي وجاهل وفي خلطته للناس خطر عليه أنه يتأثر بهم فلا بأس أنه يبتعد عنهم نوعا ما، ولا ينقطع ويخلق أبدا، لكن يبتعد عنهم نوعا ما وينعزل عنهم نوعا ما.